في حادث مأساوي، الطفلة رنيم تودع الحياة، ووزارة التعليم توضح آلية تأخير الدوام في بعض مناطق المملكة. وتتابعون معنا الليلة، صيادون سعوديون يشتكون ضياع مواقعهم، وكيف تتعامل مع موظف التعداد السكاني. أهلا بكم. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. في حادث مأساوي توفيت الطفلة رنيم نتيجة دهسها من مركبة عند عودتها ظهرا أمام منزلها. رنيم ذهبت صباحا إلى مدرستها، ولكنها عادت جثة هامدة في واحدة من الأحداث التي تفرض أسئلة كثيرة وكبيرة حول سائقي الباصات ووسائل السلامة والتأمين على الطلاب. رحم الله رنيم، معي على الهاتف لأخذ التفاصيل كاملة والدها الأستاذ متعب الحسينان. أستاذ متعب حياك الله معنا في أهلا، عظم الله أجركم. الله يجزاك خير، يا هلا والله. كيف صارت الحكاية؟ والله الحكاية طال عمرك، أنا ذيك اليوم كنت خارج البيت، فكنت أصلح ولدي واحد محمد الله يعطيه العافية، كان عنده تسجيل. قلت يا ولد خلنا نروح نصور التصوير. رحت لما طال عمرك على الصبح كذا على الساعة 10 تقريبا، فأنا وأنا رايح جاء على الساعة 1 كذا، وأنا أخلص في الأوراق عشان أبودي المستوصف يكشف وكذا، ف دقوا علي وأنا متجه للمستوصف. الأم تصيح وفي حزن شديد، أنا ما أدري وش الموضوع، أنت وينك؟ وهي تصيح وتبكي ومن القهر ما أدري وش فيها. قلت يا ولد وش في السالفة؟ ما أعطتني العلم صحيح، فأنا أقولك اضطريت أني أسرع ذيك اليوم. والله أني طامر رصيف لو تشوفه صراحة، من الفاجأة الصراحة ذيك مرة أقوى فاجأة جتني صراحة. ومين رحت طال عمرك المسرح؟ يوم نظرت على الباص طال عمرك واقف الحريم ودافع عند الشارع والدم موجود والبنت مو فيه، اثر منه اخذها اخوي اللي هو عمها وليد الحسينان، طالبها المستوصف قبل ما اجي. فانا جاي لقيته وراي وانا متجه للبيت، فانا مسرع قلت يمكن هم اتصلوا عليه بعد يجي. أنا ما كنت أدري إنه ماخذ البنت موديها مستوصف. شوف اللحظة دي، فأقول لك يوم جيت لما الموقع أنا أبغى الزعاق والحريم، وإيش السالفة هذا؟ لا الله علمتني هي تبكي، قالت بنتك صدمت وسببها واحد أنحاش. قلت شلون ما تعرفونه؟ رحت للباص أتكلم معه وده وخايف، مسك الباص كله، يعني حتى أنت قاعد تناظرها يا الباص. البنت كانت في يد أمها أظهرها الظهر وهي تتمشى في الحارة تدور أحد بس ينقلها، وهي في الدم معها تمشي. يعني أنت يا الباص يعني السواق تشوف الموقف هذا ما تنزل تساعد الحرمة؟ على الأقل تدق على الإسعاف، تسوي شيء يعني واجب عليك تسويه. حتى أنت لو أي واحد شاف الموقف هذا يفزع مع الموقف هذا، لكن أنا جيت لقيته في الباص جالس يناظر. حتى طال عمرك أسأل أقول له وش السيارة اللي صدمتها؟ ما علمني. أنا صرت كذا قلت أقول جو، جاء أخوي قال أنا كراني وديتها للخليجي. قلت أوكي يلا يلا، ركبت المدام ورحت. المهم أنا دخلت المستوصف وجتني فاجأة، لقيت بنتي ملحفة طال عمرك وما عندها أحد في الطوالة. دخلت قلت وين البنت ترانيم؟ جو ودلوني عليها. يوم دخلت صراحة يعني التقرير عند المستوصف الخليج، يعني رد فعل الصار ذيك الليلة. رحت حتى للدكتور، بغيت والله يطاق أنا وياه عشان ما أسعف بنتي، ما أدري هو.
هو شلون جت هي ماتت ما ماتت يعني جاني الوضع كله حلم حلم صراحة حلم يعني هذه البنت كانت مو بغلة وش أقول لك يعني من بعدها البيت كله ما فيه صج منها الله يرحمها تحزني والله العظيم الله يرحمها احنا نشاطرك الحزن يعني الله يتقبلها برحمته يا رب ابو رنيم في الاحداث انه سائق الباص كان موقف في الناحيه الاخرى وانكم ايه اكثر من مره حذرتوه انه يحط الطلاب عند البيوت هذه حقيقه ولا الا حقيقه صحيح لان اخوي قد مره شافه انا كنت دوامي متى الساعه 6 الى الساعه 3 ما اشوف عيالي الا الساعه 3 دوامي طبعا في الثنائيه الثانيه طبعا اخوي وليد يصير احيانا عنده شفتات يقدر يكون موجود الصبح في بيتي وقد شافه وانا ماني موجود الظهر هو راح يجيب عياله عياله طبعا يدرسون في مدرسه اهليه فلذا يروح الظهر يطلع وقت الظهر قبل بناتي بشوي بعشر دقائق عشان يلحق على الطريق يجيب عياله فيشوفوا بناتي ينزلون يقول انا تراني قال امي قال لي تراني انا حذرت الباص ترى الاقيه موقف هناك هو يوقف وين يوقف الناحيه الثانيه هم يقطعون الشارع ايوه اول لا كان الباص يدخل عند الباب عند باب الشارع يلف يدخل الملف او يسكله ما يجي سياره اي سياره وتنزل البنات على طرف اللفه ويجون للبيت يصيرون امينين يعني لا في وسط الشارع ولا في اخره فانا شفته مره ثانيه قلت له ليش كذا اتكلم معه ما احس انه صار سنغالي الظاهر ما يفهم عربي عرفت فاشرت له بالاشاره قلت له يعني انك ممنوع هنا وانا اتكلم معه بقوه حماس كذا قلت توقفهم هنا لا جيبهم عند البيت هذا الباص نقل خاص ولا تبع وزاره التعليم؟ لا الباص يقولون انهم شركه متعاقده مع وزاره التعليم والمفروض الشركه ما توظف زي ذولي طال عمرك لا هو اللي اسعف الحرمه ولا في حتى مشرفه ما فيه في الباص ليه؟ ما تراقبونها رفعتوا شكوى في هذا الموضوع ابو رنيم؟ انا لا هذه اول مره تجيني اول كان اقول لك الباص وقف عند الباب مريحني لسنه كامله بس عقب ما غيروا في الباص تغير الوضع عرفت؟ وشلون غيروا في الباص؟ غيروا السائق ولا غيروا الطريقه ولا وش؟ لا غيروا السائق السائق الاول لقوا معه مسكينه بنت نايمه تحت المراتب وصار فيها الظاهر ما ادري كلام ما ادري وشو وكان حاطها عند البيت وقامت تزعق الطفله وتطق الدرايش طيب والحين غلطه سائق الباص وشو؟ انه وقف بعيد عن البيت وقف بعيد عن البيت وبعدين غلطته طال عمرك وشلون ما يعرف السياره اقول له وش السياره؟ اكتب لي على الاقل خط اللوحه يعني معقوله لو واحد بيصدم قدامك ما انت تشوف اللوحه في وقتها اللي صدمها هرب اي بس انها في فرامل صدمها مرتين هو الصدمه الاولى يوم طاحت وربط فرامل ووقف عرفت؟ اي ثم اندهشها بالكفر ومشي يا ساتر اي والله هذا وش يعني هروب وتنحاش من شيء زي كذا المفروض تنقذها توديها المستشفى ينفع فيها حياه ما تخليها ميتة كذا وتدهسها بالكفرات بعد تموتها زيادة الأخبار أنه تم إلقاء القبض عليه صحيح؟ إيه بعد يومين عاد من أنا كنت في العزاء وكنت أتابع معاهم يعني الأحداث وكذا أنت عارف السوشيال ميديا فأقول لك ما حسيت جاء اليوم الثاني دق علي المباحث الصبح في العزاء أيوه. قال ترى أنا الحمد لله لدينا القبض على الرجال حلو طبعا يوم القوا قبض على الرجال قلت اوكي ان شاء الله بعد العزاء بيكون لقاء معكم قالوا ان شاء الله التقيتوا ولا لسه؟ ها؟ لا والله انا رحت لمهم لليومين بس يا اخي اشوف التقرير في اخطاء شويه شلون؟ يعني في سياره اكسنت ثم في التقرير الثاني تامري ثم طال عمرك عطوا السائق يعني بس نقطتين المفروض ينعطى اربع نقطات لان يعني الشركه لازم انها ايش؟ يعني تاخذ لها موقع صارم
نظام عشان تطبق المعلومات والأنظمة صح. ليه؟ المفروض أنها تحط مشرفة معهم. أنت تكلمت مع الشركة المسؤولة عن السائق، قلت لهم ليش أنه يوقف في هذا المكان؟ لا والله على وقتها أول جديد، وكنت أنا ذيك اليوم مضبوط عندي عمل يعني. ورنيم إيش كانت تدرس يا أبو رنيم؟ تدرس طال عمرك في الصف الأول، في أول ابتدائي. أي نعم. طيب سبق وتكررت هذه المواقف، أنه مثلا الباص يحطهم في مواقف غلط ويضطرون أنهم يقطعوا الشارع؟ يعني أنا ليش سألتك عن دراستها، يعني طفلة في 6 أو 7 سنوات يعني ما يفترض أنه تكون وسائل السلامة أكبر من كذا. أي فعلا. والكاميرات المفروض، الكاميرات يقولون ما حطوا إلا كاميرا جوا الباص. قلت يعني وش الفائدة؟ المفروض في جوا الباص وبرا الباص. ليه؟ عشان تكون قدام الباص تشوفون الأحداث اللي قدامها واللي خلفها بعد. طبعا الله يعوضك خير يا رب. عندك أطفال آخرين غير رنيم؟ عندي رغد الله يعطيها العافية، وعندي رنا، وعندي محمد، هذا اللي باقي لي بس. الله يحفظهم لك يا رب، الله يحفظهم ويخليهم. أبى أترك لك كلمة أخيرة، وش تحب تقول؟ والله أحب طال عمرك أقول الله يعوضني خير. آمين. حلو. لكن أنكم تطبقون القرار الصارم على هذه الشركة وعلى الهارب هذا مزبوط صح. طيب الشركة بعد تتحمل. معليش سؤال أخير، إذا كان عندك معلومة أو لا، السائق هذا ما زال في الباص ولا موقف الآن؟ موقفين كل الباصات اللي سمعت أنا يعني، وموقفين كل الباصات. طيب قبل شوية تقول إنه كان في إهمال في المستشفى. لا لا الخليجي لا، بس انا ما شفتها يعني، يوم شفتها مغطيه بس دخلت. طيب الله يرحمه. انا ما كنت على وقفتها اول. الله يعظم اجركم ويحسن عزاكم ويدخلها فسيح جنات ويجعلها شفيعة لكم. ابو رنيم شكرا جزيلا لك. شكرا لأبو رنيم، واحدة من الحكايات المأساوية حقيقة. يعني هذه المرة رقم 1000 اللي نتكلم فيها عن سائقي الباصات، وانه كثير من الاحداث المأساوية اللي تصير للطلاب والطالبات، أو بعض هذه الأحداث اللي تصير للطلاب والطالبات، كان يمكن تفاديها لو اتبعت وسائل السلامة كما يجب. أتمنى من الشركات المتعاقدة، من الوزارة، من الجهات المسؤولة، أن تشدد الرقابة على هؤلاء السائقين، وأن تكون الإجراءات أكثر صرامة، وأن تكون العقوبات أيضا أكثر صرامة. لماذا؟ لأن خطأ بسيط حتى لو كان أعدادها قليلة بس نتيجته كبيرة، لأنه يكلف حياة كاملة. الله يرحم رنيم ويحفظ ما تبقى من أطفال أبو رنيم ويعوضهم خير يا رب. وبعد الفاصل مكملين معكم. حياكم الله من جديد في أهلا. أعلنت إدارتا التعليم في الجوف والقريات عن تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة والمحافظة إلى الساعة 9 صباحا خلال هذا الأسبوع من الأحد إلى الثلاثاء، وذلك لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة، وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس. للحديث أكثر حول آلية تأخير الدوام الرسمي في المدارس وفي بعض المناطق، يسعدني أن تنضم إلي عبر الهاتف الآن المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم الأستاذة ابتسام الشهري. أستاذة ابتسام حياك الله معنا في أهلا. أهلا وسهلا، شكرا لكم. أول شيء، وش الإجراءات اللي تتخذها الوزارة مع موجة البرد القادمة وفق كل الأخبار اللي جالسين نسمعها؟ وزارة التعليم ممثلة في عدد من إدارات التعليم بالتأكيد اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة موجة البرد التي سبق أن أعلن عنها الدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة. تنوعت هذه الإجراءات بين إلغاء الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية اليوم الدراسي للساعة 8:30 أو 9 حسب ما تراه إدارة التعليم مناسبا، وفقا طبعا لتقدير الحالة المناخية، إضافة لأنه في تعميم منح صلاحيات تعليق الدراسة لمديري التعليم ورد التأكيد من قبل وزارة التعليم على أولياء الأمور باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق ب منع أبنائهم الذين يعانون من اضطرابات صحية ربما من الذهاب للمدرسة في حالة عدم تعليق الدراسة. هذه الآن عندنا صلاحيتين، الأولى لإدارات التعليم أنها تؤخر أو تقدم أو تعلق، والثانية لأولياء الأمور لأبنائهم اللي عندهم أي مشكلات صحية. صحيح. طيب يعني ولي الأمر يكلم إدارة المدرسة ويقول لهم أن أبنائي عندهم كذا كذا وخلاص يعذر؟ طبعا بالتأكيد. جميل.
طبعا الاطفال من هذا النوع اكيد لدى المدرسه خبر عن حالتهم الصحيه بالتاكيد مسبقا، لان ولي الامر لابد ان يفصح عن حاله ابنهم منذ بدايه الفصل الدراسي. جميل، طيب وش الادارات اللي صار فيها تاخير للدوام الى الان؟ طبعا اختلفت الاجراءات المتبعه، ادارات اخرت الاصطفاف الصباحي، ادارات اخرت الاصطفاف الصباحي منذ يوم الاحد يوم امس، ادارات بدات من يوم الاحد، ادارات بدات من يوم الاثنين، سوف اذكر لكم بالتفصيل. هذه الادارات ادارات تعليم وادي الدواسر ونيزه وعسير والخرج والطائف وجهت بالغاء الاصطفاف الصباحي، بينما وجهت اداره تعليم حائل والجوف والقرايات والحدود الشماليه وجهت ايضا بتاخير الدراسه للساعه 9 صباحا بدايه من يوم امس الاحد الى الخميس القادم. اداره تعليم تبوك والقصيم وجهت بتاخير الدراسه للساعه 8:30 صباحا من بدايه يوم الاحد الماضي ايضا وحتى الخميس. إدارة تعليم المجمع قامت بإلغاء الاصطفاف الصباحي وبداية اليوم الدراسي ليومي الثلاثاء والأربعاء القادم فقط إلى الساعة 8:00 في جميع المدارس، بينما إدارة حفر الباطن بدأت إجراء تأخير بداية اليوم الدراسي منذ اليوم الاثنين إلى اليوم الخميس. ونحن بالتأكيد نؤكد على أن الجميع يجب عليهم متابعة حسابات إدارات التعليم من أجل البقاء على اطلاع بكل ما قد يطرأ من تحديثات على القرارات الصادرة أو التي قد تصدر عن طريق إدارات التعليم. جميل، هذا التأخير في الدوام يشمل كل المدارس التابعة لإدارة التعليم اللي اتخذت القرار؟ يعتمد على إدارة التعليم غالبا بالتعميم الذي نشر للمدارس يتم تعليق الدراسة فقط على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية. يجب أيضا على إدارة التعليم التأكيد على عدم تعميم تعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة المناخية من السوء. طيب في حال تم تعليق الدراسة مثلا في بعض الإدارات سواء للبرد ولا الغيرة، هل هذا التعليق يشمل كل منسوبي المدرسة من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وطلاب وطالبات، ولا فقط يقتصر على الطلاب والطالبات؟ بالتأكيد في التعميم ورد أنه جميع ما يتخذ من إجراءات سواء تأخير أو تعليق أو غيرها يشمل الطلاب والطالبات وجميع منسوبي المدرسة أيضا. الهدف أن وزارة التعليم لم تصدر أصلا هذا التعميم إلا تأكيدا منها على حرصها على سلامة طلابها ومنسوبيها. هذا جميل. القرار يسرع عملية اتخاذ الإجراء المناسب من أجل التأكد من صحة وسلامة الجميع. هذا التعميم أستاذ ابتسام ساري طول العام الدراسي، يعني سواء علق اليوم عشان البرد ولا بكرة عشان الغبار ولا بعده عشان الأمطار، يشمل الجميع. نعم بالتأكيد، دعني بس أوضح لك شغلة. هذا التعميم هو الهدف منه ليس فقط منح صلاحيات، إنما لها إجراء لها عدة يعني خطوات. الآلية لكي يتم تعليق الدراسة أو تأخيرها هو أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير التعليم في المنطقة وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومديرية الدفاع المدني وأمانة المنطقة والبلدية التي تتبع لها إدارة التعليم. تتولى هذه اللجنة في كل مرة النظر في الحاجة لتعليق الدراسة ولها مطلق الصلاحية لاتخاذ القرار وتنفيذه دون العودة لوزارة التعليم. جميل، القرار اللي يتخذ من هذه اللجنة يعتبر نافذ وساري دون الرجوع إلى الوزارة، يعني ليس بالضرورة. صحيح. جميل جدا، الآن في كل ما ذكرتي في إدارات أعلنت التعليق ولا لا، كله فقط تأخير دوام وإلغاء طابور؟ ما تم رصده إلى هذه اللحظة هو فقط إلغاء اصطفاف صباحي أو تأخير. طيب أستاذة ابتسام شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. كان هذا حديث الأستاذة ابتسام، الأهم أعتقد في هذا الحديث هو التأكيد على تعميم وزارة التعليم بأن يشمل تعليق الدراسة على مدار العام الدراسي كامل جميع منسوبي ومنسوبات المدارس جميعهم، وهذا يلغي القرار السابق لوزارة التعليم اللي كان يكتفي في التعليق بالطلاب والطالبات فقط ويجبر منسوبي المدرسة الباقين على الحضور إلى المدرسة، واتكلم عن المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات. شكرا لوزارة التعليم تجاوبها، والله يحفظ كل طلابنا وطالباتنا ومعلمينا ومعلماتنا وكل منسوبي المدارس. بعد هذا الفاصل مكملين معكم. في
في استحقاق جديد للمرأة السعودية تم خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي العاشر، تعيين الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود كأول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية. وتشغل الأميرة لمياء منصب أمين عام مؤسسة الوليد الإنسانية، وهي مؤسسة خيرية عالمية تدعم مشروعات متعددة في 189 دولة. تم تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود أمين عام مؤسسة الوليد للإنسانية التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز كأول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤل الأمم المتحدة في الدول العربية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي عقد في أبوظبي. أكيد التعيين مهم، لأنه إحنا الحين بنعيش عصر المرأة. 2020 هي سنة جميلة بكل المعايير، يعني مهم المنصب هذا للعالم العربي أو للسعودية، لأنه بيثبت أكثر وأكثر كيف رؤيتنا بتتحقق، كيف حكومتنا بتتطور، كيف حتى نظرة الناس لنا، حتى نظرة اليونايتد نيشن، كيف أن المرأة بما أنهم اختاروا أول سفيرة نوايا حسنة اليو أن هابيتات مرأة سعودية، هذا يدل على أشياء كثير، أن البرسبكتيف النظرة نفسها تغيرت. فأم أونرد وشكرا، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن يعني، ونقدر نسوي أشياء كثيرة كويسة في العالم العربي. طبعا مؤسسة الوليد، طبعا مؤسسة الوليد للإنسانية السنة هذه هي السنة 40 لمؤسسة الوليد، وأكيد في مشاريع كثيرة. إحنا نوعا ما نقدر نقول نحن تخصصنا في موضوع الإسكان والديفلوبمنت أو التطوير البشري عموما، ولهذا تونا معلنين على 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 مبادرة مع البرنامج السعودي لإعادة تعمير إعمار وتنمية اليمن. الحين إن شاء الله حنشتغل مع اليو أن هابيتات، حنشتغل مع كذا شريك ثاني، وهذا اللي بتقوم عليه مؤسسة الوليد هي الشراكات وفن إدارة الشراكات، هذه ما هي سهلة. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويقدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل. نحن اليوم موجودين في أبوظبي للاحتفال بمناسبة مهمة وخاصة جدا، وهي تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام للمؤسسة الوليد للإنسانية كأول سفيرة أو كأول امرأة عربية تعين كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية. الحدث هذا يجي تتويج لكل التقدير اللي الآن بيلاقوه السعوديات في المملكة العربية السعودية، هو مش بس للسعودية طبعا، هو في العالم العربي، بأخص بشكل خاص تقدير لنا كسيدات سعوديات. الآن كلنا الكل بتتفتح الأبواب للجميع أنه يشارك في تنمية البلد وتنمية يعني مشاركة في فيجن أو الرؤية 2030. الفرص صارت كثيرة، الوقت هذا صار في تقدير محلي وكمان عالمي للمرأة السعودية ولشغلها ولكيانها كعنصر فعال في البلد بشكل إيكوال إن شاء الله، موازي ومساوي للرجل. وتحظى الأميرة لمياء بتقدير واسع نتيجة إسهاماتها الكبيرة في العمل الإنساني وجهودها الخيرية للنهوض بالتنمية المستدامة والشاملة لأكثر فئات المجتمع حاجة. وبصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ستساعد سموها البرامج على مواجهة التحديات الحضرية في الدول العربية والنهوض بالتوسع الحضري المستدام كمحرك للتنمية والسلام. نعم.
نبارك للمرأة السعودية إجمالا وللأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود. مرسى الصيادين في ثول، شكاوى متكررة وبحث دائم عن حلول وسنوات من الانتظار. الحكاية كاملة نعرفها مع ضيفي الذي ينضم إلي من جدة، الأستاذ منصور عياد، وهو أحد الصيادين الذين عايشوا المشكلة عن قرب. أستاذ منصور، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. شكرا أستاذ مفرح ويشرفنا. أهلا وسهلا. احنا ودنا بس يعني نضع المشاهدين جميعا في تفاصيل المشكلة. ايش أبرز مشاكل مرسى الصيادين اليوم في ثول؟ والله أستاذي بالنسبة لمرسى الصيادين هو ما شاء الله تبارك الله يعني مفخرة لنا كثول في ثول كصيادين. الصوت يروح أستاذي. لا أنا أسمعك بشكل ممتاز، تفضل. نعم الحمد لله من فضل سبحانه وتعالى، الله نعم علينا بمنحة الملك عبد الله الله يرحمه بجامعة متقدمة ومتطورة كعلمية، ويحصل لنا الشرف احنا كأهالي ثول انه نفتخر بهذا العلم المتواجد بجنبنا وبجوارنا. فأمر طال عمرك سيدي الله يرحمه بمرفأ بجميع خدماته للصيادين كهدية بدل مرساهم القديم الموجود في وسط الجامعة الآن. والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى تم افتتاح المرسى، لكن انقصوا الخدمات اللي كانت واشتغلت فترة وانقطعت عن الشيء ذا. وشي نبغى نعرف احنا السبب، ليه ما أمنوا الخدمات في المرسى؟ وش الخدمات هذه؟ اشتغلت فترة الخدمات هذه كثلج، صيانة قوارب وصيانة محركات مهمة علينا، وبالذات صيانة المحركات عندنا احنا عشان نعطي الماطور. انا على فكرة يعني لا ننسى وكالة الضمان الاجتماعي مشكورة، صرفت لنا القوارب ومولدات عليها 75 طن 25 هي 75، وشكرا لهم على ذلك. لكن هنا محتاجين صيانة للمواطير، 9 سنوات الآن وحين نشتغل على المواطير هذه، فمحتاج للصيانة. الصيانة عشان نعمل صيانة لو بسيطة بتكلفنا كثير، يا نروح رابغ يا إنه نرجع إلى جدة نجيب مهندس طلوعه يكلفنا 100 ريال طلوع، غير شغله غير قطع الغيار غير التعطيلة اللي إحنا يعني في غنى عنها. طالبنا بفتح صيانة، طالبنا بتأمين خدماتنا، ما حصلنا أحد يجاوب معانا. اشتكينا، رفعنا إلى سمو ولي العهد إلى الديوان الملكي، جانا التوجيه من سيدي مشكور مستشار خادم الحرمين الله يحفظه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة بمعالجة وضع الصيادين. الكلام ذا يمكن له 2 سنوات إلى الآن ما شفنا أي شيء. مين الجهة البنزين عندنا في الموقع؟ مين الجهة المسؤولة عنكم بشكل مباشر أستاذ منصور؟ والله أستاذي هو بالنسبة للموقع كامل إيه؟ في حرم جامعة الملك عبد الله، ومن ضمن صكوك يعني في صك جامعة الملك عبد الله، وعدم التعرض لأي كائن مكان للصيادين تحت إدارة الجامعة. طيب بالأول مين اللي كان يأمن لكم صيانة القوارب مثلاً؟ مين الجهة اللي كانت تؤمنها؟ ما عندنا شيء. لا أول قبل ما تنقطع قبل ما ينقطع موضوع الصيانة، ولا من أول ما أنشئ المرسى ما في صيانة؟ من أول ما في صيانة طال عمرك، ولا في ثلج. الثلج ايه الثلج ناخذه من برا بسعر القالب 8 ريال من جمعية الصيادين، ناخذه جمعية الصيادين تبيع لنا القالب 8 ريال. جانا واحد موزع خارجي يوقف في الشاطئ نشتري من عنده ب6 ريال و5 ريال. ايش الاستغلال ده؟ احنا ما احنا عارفين ايش الموضوع بالضبط. طالبنا بالصيانة تكلفنا كثير، يعني عشان افك الماطور وودي للمهندس في رابغ يبغى لي 200 ريال 300 ريال فك وتركيب غير قطع الغيار. ولا جيت اعمل صيانه عندي في موقع هناك، جونا الشركه اللي هي مسؤوله عن الموقع بحراسات الامنيه يمنعونا، يقول لا ما تغير زيت ما تسوي. ليش؟ طيب فين اغير انا زيت تلوث للبيئه؟ يقول لي طيب حكي انا حافظ على البيئه ما عندي مشكله، اعطيني موقع، عطني موقع اعمل فيه الصيانه بدل ما تشهر بي وتصورني وانك عملت علي اي مخالفه.
أنا ما أتحمل المخالفات. طيب الشركة، أنا صياد يومي. الشركة هذه تكلمتم مع إدارتها؟ تكلمتم مع إدارتها يا أستاذ منصور؟ تقول أنا مكلفة من الجامعة ما لي أي شغل. أنا علي حراسات البوابات حق الدخول وخروج الصيادين بعدم دخول أي شخص ولا خروج أي حاجة من الموقع إلا عن طريقها. طيب نال على الرأس والعين. أنت مسؤولة عن محطة البنزين؟ قالت نعم. قلنا له طيب أنت ذبحتينا بالبنزين الأحمر، إحنا ما نقدر، أحمر يكلفني أنا كصياد، فكل الصيادين يستخدمون الأخضر، الأخضر سعره معقول و30 لتر بالعبية بزيته حوالي 50-52 ريال الأخضر، الأحمر بكم عبية؟ وعشان أروح واجي كم شكة أجيب عشان أعوض البنزين وعشان أعوض حق أولادي وأعوض حق الدلال وأعوض حق السيارة اللي ينقل من برا لجوه، لأنه ما عندي سوق، أنا سوقي مقفل، السوق اللي مفروض حق الصيادين مقفل، بسطات موجودة مقفلة، الآن لو تنظر في المبنى خرابة 13 سنة مقفل، فاضطر إنه آخذ سمكي وأدلل فيه برا عند الأسواق الخارجية، قل سعره وقل قيمته وقل كل شيء. لكن طيب لما يكون على الشاطئ نفسه. طيب أستاذ منصور أنت لك يعني في صالحي أنا كصياد. صح، أنت لك اطلاع أستاذ منصور على تجارب المرافق الأخرى للصيادين؟ مين اللي يأمن لهم صيانة القوارب؟ مين اللي يأمن لهم الثلج؟ مين اللي يأمن لهم باقي الخدمات؟ كل شيء موجود عندهم. من قبل مين؟ الشركة المشغلة؟ شركة مشغلة أو متعهد عن طريق الشركة أو أي وسيلة لهم قريبة منهم تكون قريبة من الموقع. أنا عشان أنقل قالب ثلج من الجمعية خارجي في دول داخل الشاطئ أدفع 15 ريال للحمال، أو إني أضطر إني أطلع من الظهر عشان أنزل يسمحوا لي بالدخول، البوابة مقفلة الساعة 4 تقفل، ممنوع دخول أي سيارة، كيف أشيل حاجياتي للداخل على كتفي؟ أنا رجل يمكن أستطيع، عندي شيبة ما يقدر، عندي مع الرجل مع أفتاك، عندي رجل مريض، عندي افتح لي خدماتي، أعمل لي الثلج، أعمل لي الصيانة، افتح لي سوقي حتى المستثمر يثق فيه أنا كصياد. الآن سمعة الصياد طاحت في دول، حوالي 300 محل تبيع مستورد مثلج وأنا الصياد الضحية فيها. والله مفارقة غريبة مع أنه البحر بجنبهم. طيب أسألك وش سالفة السوق؟ وش سالفة السوق؟ السوق نحن عارفين، أعلنوا هذيك الأيام التنمية، السوق جانا طلبنا هذيك الأيام عن طريق المعاملة لما جاب تحسين الوضع، جانا جماعة حقين الجامعة الشؤون الحكومية جات وعملونا عشاء في الساحل نفسه في الشاطئ وتعشينا وما راح راح، وصفحة جديدة يا جماعة الخير، قلنا لهم على الرأس والعين، ولو صار مننا أي شيء إحنا أسفين برضه، حق من حقوقنا نطالب. قالوا لا ابشروا خلال اسبوع ان شاء الله بالكثير وكل شيء منتهي. الكلام ده في 4 العام قبل العام في شهر 4، الى الان سنتين تعشينا وغسلنا ايدينا وما شفنا شيء، من السبب ما ادري. نجي كمان قبل 8 شهور اعلنت جمعيه التنميه او لجنه التنميه عن توزيع البسطات للسوق، قلنا لهم على الراس والعين وسلمناهم اوراقنا انه يصير القرعه ويصير التسليم، وإلى اليوم ما صار شيء. نحن عارفين إيش الموضوع، إحنا ليش ما يفتحون السوق بالرغم إنه والله أستاد مفرح، يعني جدة قديش كبرها كمدينة، كم مزاد فيها؟ مزاد واحد في جدة، في جميع المدن مزاد واحد، إحنا مزادين ومزادنا مقفل ليه؟ طيب مزادين عندنا في ثول. أستاذ منصور السوق مقفل ولا هم فاتحين للناس آخرين غيركم غير الصيادين؟ لا 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 مقفل مقفل مقفل، وشغالة محلات خارجية، احنا موقعنا على الشاطئ. والمحلات الخارجية انتو تقدروا تبيعوا عليهم ولا هم يجيبوا من اماكن ثانية؟ والله هذا عاد بلدية الثول هي، يعني ايش لو اقول لك؟ لا قول وش قول، قول اللي في خاطرك، وش فيها البلدية؟ مرتين يمسكون سمك فاسد في المحلات الاجانب حقيقة. من وين جايبينه؟ مرتين يمسكون من جدة، من ينبع من برا داخل الليل،
طيب السمك حقكم وين تودونه؟ كل محل. السمك حقكم وين تودونه؟ كيف نوديه لهم الان؟ نوديه لهم، احنا نوديه لهم ونقبل باي سعر، نوديه لهم ونقبل اي سعر يعطينا. ما اقدر اقول له انا جيتك، طالما اني انا جيتك انت تحط السعر، لكن لما تجيني لحد القارب حقي وتاخذ، لا والله بالعكس الحمد لله، اقول لك عندنا ناس متفهمين للوضع، في مستهلكين وفي زباين لنا يجون على طول من جده من الطائف من مكه، يجون على الشاطئ على طول ياخذ من يد الصياد، بناقص 100 بزايد 100 يقول له مبروك عليك حلال لاولادك. واحيانا يكون عندنا والله العظيم استاذ مفرح، عندنا شياب ما يقول لك بكم، يقول لك جيب اللي تجيبه لما يشوفك انت واولادك تبغى تاكل. نخرج برا نحصل نفس البيعه حقتنا والشكه حقتنا، اذا انباعت 120 في المزاد نحصلها 250 برا. يجينا المستثمر او المستهلك يزعل علينا، ليش اسماك ثول غاليه؟ حبيبي نقول له هذه ما هي اسماك ثول، سمك ثول على الشاطئ اول مزاد، غير المزاد ما في. لا احد يقول لك عندي سمك من ثول. اقولها ونصيحه لكل زوار ثول من المنبر هذا، الصياد ما له ذنب في اي سمك خايس او معفن او مبرد او مثلج، احنا سمكنا يومي، عندنا مجموعه تنزل الصباح ومجموعه تنزل في الليل، يا الساعه 7 الصباح تاخذ سمك طازه، يا الساعه بعد الظهر الساعه 12 يجون الصيادين تاخذ سمك، وشوف الفرق. طيب استاذ منصور، انا ما هو عمليه انه اعمل قبل ما ننهي هذا اللقاء الان، ابغاك تجمل لي 1 2 3 اهم مطالباتكم اللي تتمنى انها توصل للمسؤولين اليوم. 1 الصيانه مهمه واساسيه. 2 الثلج 3 مهم واساسي. البنزين بيتحول الى اخضر. 4 محاولة فتح السوق بآلية تحت لجنة وناس تقيم الشيء ذا، وفي منهم المسؤولين في ثول يقومون بالشيء هذا. 5 وضع الشياب عندنا حقيقة مزري شوية، اللي هو الآن احنا خرجنا غلقنا المنطقة الخارجية لخدمة الصياد، بقينا الصياد مجهود في الداخل. عندي الشياب يستخدمون، ليش؟ لأنه أنا صياد، الصياد اسمي حرفة أو مهنة داخلة في وسط حرف، فيه الداجنة يجلب لاعب حي، فيه الشوار، فيه الصخاوي، فيه جلب الليل، فيه جلب الغزير، فيه العاري، كل واحد جميل له طيب. مجال وتخصص اللي عايش فيه. طيب واضح أستاذ منصور، فعندنا الشياب يستخدمون حبيبي، عندنا الصيانة لا. توفير الثلج، البنزين الأخضر بدل الأحمر، فتح السوق تحت لجنة إشرافية ورقابية، وتحسين وضع الشياب والنظر في وضعهم. في شيء غيره؟ سلامتك يا أستاذي. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. هذا صوت منصور عيد وهو يتحدث على لسان كل الصيادين الذين يعملون في مرسى أو في مرفا ثول. أتمنى أن تجد هذه المطالبات أذن صاغية لسبب مهم جدا، أولا لأنه من حقهم توفير كل هذه الخدمات، والسبب الثاني لأنهم من 9 سنوات تقريبا وهم يشتكون ويبحثون عن حلول. أظن أنه آن لكل هذه المطالب خلال كل هذه السنوات أن تحل الآن، وأرجو من المسؤولين عن المرفا أن يستمعوا إليهم وأن يبادروا بوضع حلول عاجلة لكل ما يطلبونه، لأن هذا من حقهم ومن حق بقاء هذه المهنة وكسب العيش منها لهؤلاء الصيادين. بعد الفاصل، التعداد السكاني، الطريقة والآلية وتعاون المواطنين. تعداد السعودية 2020 الجديد ضمن رؤية السعودية 2030 يهدف لتكوين قاعدة بيانات تساعد في إجراء البحوث الدقيقة والدراسات لبرامج وخطط التنمية للاستراتيجية، ومؤشرا للتقييم السكاني في المستقبل. ما هي آلية هذا التعداد وما أهميته، وكيف يتعامل المواطنون أو يجب أن يتعامل المواطنون مع موظف التعداد السكاني؟ العديد من هذه الأسئلة والمحاور نطرحها على طاولة يا هلا مع ضيوفي هنا في الاستديو، الأستاذ
فهد الفهيد وهو مدير مشروع تعداد السعودية 2020، والأستاذ معيض العتيبي وهو مشرف وحدة التخطيط والتصميم في مشروع تعداد السعودية. حياكم الله معنا. الله يحييك. الله يسلمك. أبدأ معك أستاذ فهد، اليوم كيف نشرح للناس أهمية التعداد السكاني في الأول والفرق بينه وبين آخر التعداد اللي كان في 2010؟ حياك الله وشاكر لكم الاستضافة، شاكر لكم دعمكم للتعداد عبر برنامجكم الرائع أستاذ مفرد. الحقيقة يعني أهمية التعداد تنبع من توفير بيانات ديموغرافية وسكانية واجتماعية للسكان في المملكة العربية السعودية وربطها بخصائص المساكن الموجودين فيها وما توفر في هالمساكن من خدمات مرتبطة لها وبيئة خاصة بالمسكن. نهدف يعني أهميته تنبع أنه مضى 10 سنوات على آخر تعداد أقيم في المملكة العربية السعودية اللي كان في 2010. أهمية هذا التعداد قياس التغير اللي حصل سواء الجغرافي المناطقي سواء الزمني، الفترة الزمنية اللي صارت اللي قلنا حوالي 10 سنوات، ويهدف هذا التعداد إلى توفير أطر شاملة إن شاء الله ننطلق منها لجميع مسوحنا المستقبلية اللي بتتم ما بعد 2020. أهم أهداف التعداد أن يكون أطر لجميع المسوح السكانية، الاقتصادية، الاجتماعية، الديموغرافية، القوى العاملة إلى آخره. جميل. أستاذ معيض رحب فيك معنا في هلا. اليوم مضت 10 سنوات على آخر تعداد، وش الجديد اللي حيكون في تعداد 2020 وما كان موجود في السنوات الماضية؟ أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لتعداد 2020 هناك بعض الاختلافات عن 2010. أولا بيكون تعداد بيستخدم فيه تعداد سجلي، بمعنى أن نربط البيانات اللي نأخذها من المواطنين بعدة مصادر، مثلا بالبريد الإلكتروني بالنسبة للعنوان الوطني، بالنسبة للمركز الوطني للمعلومات بما يتعلق برقم الهوية والموقع للوحدة العقارية اللي يقطنها رئيس الأسرة والأسرة بشكل عام. فالآن التعداد بيكون جزء، احنا عادة في التعداد السابق هو تقليدي يعتمد على استمارة فقط على بيانات ناخذها من رئيس الأسرة ومن الأسرة بشكل عام. بالنسبة للتعداد 2020 بيكون هناك جزء يربط ببيانات سجلية موجودة عند بعض الجهات الحكومية كالمركز الوطني للمعلومات وكذلك الربط بالنسبة. كيف يعني تغنيكم عن البيانات اللي ممكن تأخذونها من الأشخاص؟ لا ما تغنين، أنا أخذها جزء وأحدث هالبيانات حتى تكون إن شاء الله في تعداد 2030 يكون هناك اعتماد بشكل كبير على البيانات السجلية. قد يكون في 2030 إذا اكتملت الربط بشكل أساسي أن يكون هناك تعداد يعتمد على البيانات السجلية الموجودة في المركز الوطني، في التعليم، في الصحة بشكل عام تكون يمكن الله. طيب أستاذ فهد، الآن الناس ودهم يعرفوا التفاصيل المراحل، يعني متى بدأتوا، متى ستنتهون، إيش المراحل بالضبط اللي راح يأخذها تعداد السعودية 2020؟ هو دائما السؤال اللي يواجهنا دائما أستاذ مفرح، لماذا تعداد 20؟ لماذا تقوم الدولة بعمل تعداد مع في بيانات متوفرة في مركز المعلومات البلديات في وزارة التغذية؟ الحقيقة يجب أن يعني نفرق بين مجتمعين لدينا في المملكة العربية السعودية. عندنا المجتمع المكاني المتمثل في 7 مليون عنوان بريدي موجود في البريد السعودي في الميدان، موجود عندنا حوالي 30,000 مسمى سكاني تقسيم وزارة الداخلية ما بين محافظات ومراكز ومسميات سكانية. لدينا توزيع الأحياء اللي هم وزارة شؤون البلدية للقرية وتوزيع الأحياء في المدن، لدينا أكثر من 250 مدينة. لدينا مجتمعات تحتاجها الخدمات، مثلا وزارة الصحة تحتاج إلى خدمة حيين أو 3 أحياء بجوار بعضها البعض تحتاج إلى بين. هذا نسميه المجتمع المكاني. في المقابل له فيه المجتمع المعلوماتي اللي موجود ما توفر لدى مركز معلومات من بيانات للعمر الجنس والجنسية. ما ستقوم بالهيئة بجمعها أثناء التعداد من بيانات سكانية وسكنية عن السكان وعن المساكن، عن الحالة التعليمية، عن الحالة الاقتصادية. التعداد هو جسر يربط المجتمعين فيكون عندنا بيانات كاملة عن جميع ما في المجتمع الأول المجتمع المكاني بما في المجتمع الآخر اللي هو مجتمع المعلوماتي. يكون لدينا قاعدة تستخدمها جميع الوزارات، جميع الأجهزة، جميع الباحثين لينطلقوا من خلالها في التعداد السكاني. التعداد مر بأربع مراحل رئيسية. طيب يعني المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تحديث دليل مسميات سكانية، تم زيارة أكثر من 29,000 مسمى سكاني، أخذ إحداثيات لجميع المباني الموجودة بها حسب ما هو متوفر لدى البريد السعودي. انتهت هذه المرحلة في عام قبل حوالي سنة ونصف. بدأنا في المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة ترقيم المدن، تحديد الأحياء، تحديد ما بها من مكونات مباني ومساكن وتقسيمها لمناطق عمل مفتشي مراقبين. انتهت المرحلتين هذه، الآن بدأنا، الآن نحن في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة ترقيم وحصر
المباني والمساكن والأسر اللي يقوم الباحث بزيارة الأسرة. وكيف ترقيمها؟ ترقيمها نقوم بترقيم المباني، ترقيم كل وحدة فيها، سواء كانت هالوحدة وحدة سكنية أو وحدة أو عبارة عن منشأة. ويمكن يتطرق لنا الأستاذ معيض بالتفصيل كيف طريقة ترقيم المباني. طيب المساكن. نأخذ الوحدات ونأخذ منه ترقيم المباني، إيش المرحلة اللي بعدها؟ المرحلة الأخيرة هي مرحلة العد الفعلي اللي بتنطلق إن شاء الله في 18 مارس، تستمر 20 يوم، وهي الهدف الرئيسي من العمالة التعداد العام السكان المساكن مشيت الأسكان. طيب جميل، أرجع لك المرحلة الرابعة ضروري، بس خلنا في المرحلة الثالثة ترقيم المباني كيف حتكون طريقتها؟ طبعاً إحنا كما نعلم جميعاً اللي هي المرحلة الحالية. الحالية الآن المراقب يقوم بعملية حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية. احنا نعرف ان البريد عامل عنوان وطني لكل مبنى موجود في المملكة. الهيئة بالتعاون مع البريد قامت بإضافة المباني اللي ما رقمت، تم ترقيمها في المراحل السابقة اللي ذكرها الأستاذ فهد. في المرحلة الحالية بينزل المراقب لكل المباني المرقمة، بيعمل تقريبا عندنا هذا استيكر بيكون موجود على كل وحدة عقارية موجودة في المملكة. الوحدة العقارية نقصد بها المسكن ونقصد بها المنشأة، بيرقم جميع الوحدات العقارية. هي الآن على الهواء لو تشرحها لنا. هي الآن هي عبارة عن عدة أجزاء، في فوق رقم المبنى، وهذا المقصود برقم المبنى هو رقم العنوان الوطني جميل للمبنى. بعد ذلك بيتم ترقيم الوحدات العقارية داخل المبنى بالتسلسل من رقم واحد إلى آخر رقم وحدة عقارية في المبنى، ويضعه موجود في رقم الوحدة العقارية. إذا كان المبنى أو المدخل هذا مدخل رئيسي المبنى، بيضع جملة الوحدات العقارية، ثم بعد ذلك بيختار هل المدخل الرئيسي المبنى أو مدخل فرعي لمبنى أو الوحدة العقارية. الهدف من العملية الإضافات الموجودة هنا المدخل الرئيسي وفرعي على أساس نعطي الباحث في الفترة القادمة أنه لا يزور إلا الأبواب الرئيسية. نعرف أن عندنا وحدات قد يكون فيها أكثر من باب، قد يكون الباب المستخدم أو المدخل المستخدم واحد، فإحنا نحط الرئيسي اللي الأصل أنه في المرحلة القادمة يصل لهالمبنى مباشرة للدخول على الأسرة ولا يستخدم. جميل، وهذا يخفف على الممارس اللي بيجي ممارس حتى ما يضيع، وهذا بيكون بتحطه على المبنى. أي هذا بيكون إن شاء الله في نهاية المرحلة في تقريبا في 6/3 بتكون جميع الوحدات العقارية في المملكة موجود عليها هذا الرقم اللي هو في 6 مارس و18 يبدأ العد الفعلي. طيب برجعك المرحلة الرابعة، العد الفعلي. قبل العد الفعلي كم عدد الموظفين اللي شغالين؟ الحقيقة التعداد انطلق في البداية من بعدد قليل في الهيئة، يعني حوالي لا يتجاوز 20 شخص. هذا قبل سنتين الهيئة العامة للإحصاء، الهيئة العامة للإحصاء كتخطيط وكإعداد كتجهيز لعملية التعداد العام السكر المساكن. ثم انكبرت المسؤولية بإضافة الأعداد، مشاركة 300 من الهيئة في أعمال اللي قلنا المرحلة الأولى للمرحلة الثانية. انطلق معنا في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها أكثر من 11,000 مراقب يشاركون معنا الآن في عملية ترقيم المباني والمساكن. نتوقع مشيئة الله أن نصل إلى عدد 60,000 في 18 مارس، ينطلقون في جميع أنحاء المملكة لعدد السكان والمساكن. ما شاء الله. 60,000 هذولا غير متفرغين صح؟ غير متفرغين، إيه أغلبهم هي غير متفرغين، اللي هم بالنسبة للباحثين والمراقبين غير متفرغين. إيه أغلبهم معلمين صح؟ أغلبهم معلمين. أغلبهم. والباقي؟ في جزء منهم من بعض المنسوبين للجهات الحكومية أو بعض القطاع. في تفكروا في فتح مثلا باب التطوع أو شيء للي يحب يدخل معكم، أو حتى يعني يدخل بمقابل بس إنه تكون مفتوحة لمن يريد ولا لا؟ والله في تنظيمات معينة وضعت يحكمها مؤهل، يحكمها تواجده في المكان. أنت عارف العمل ميداني فيحتاج إلى النزول يومي، يصير قريب من منطقة عمله، يقدر يزور الأسرة بسهولة، يصير معروف في بيئة العمل المحيطة به، يهمنا هالأشياء. لكن الحين اللي بيمارسون العد الفعلي تقريبا 60,000 شخص ما بين رجل وامرأة، اللي بيمارسون العد الفعلي، اللي بيمارسون التعداد بالكامل، اللي بيمارسون العد الفعلي حوالي 44,000، بالإضافة اللي قلنا اللي هم في المراحل السابقة، العدد الإجمالي حوالي 60,000. طيب كيف راح يمارس هذا العد؟ يجي للمبنى اللي عليه الاستيكر وبعدين هو طبعا التعداد هذا تقني بالكامل، يعني بدءا من الترشيح يتم عبر ويب خاص بالترشيح، التدريب، التقييم. العد الفعلي سيكون هناك ربط اثناء زيارة الباحث، وهذه من الاشياء اللي تطبق المملكة لاول مره، ربط بين رب الأسرة
والباحث الميداني ومركز المعلومات والبيانات المتوفرة فيه وقاعدة البيانات في الهيئة، ويكون ربط مباشر أثناء تعبة الاستمارة بحيث أنه يتم مراجعتها وفلترتها أثناء قيام الباحث بالزيارة، وهذا يؤدي إلى الدقة في الاستمارة ودقة في بياناته، لأننا نعتمد على بيانات ضخمة جدا. الحقيقة اللي أنا ودي يعني نقول شلون بدينا في التعداد، يعني كيف التعداد عبارة عن عملية ليست تقوم بها، هو يقوم به جميع القطاعات في الدولة. الحقيقة لازم تستثمر القوة الموجودة في الدولة، اللي كان عندنا جدا جدا بيانات ضخمة جدا من مركز معلومات المواطنين، وكلنا نشعر بها ونعيشها. فاتجهنا المركز، والحقيقة تعاونهم جدا معنا جيد في توفير كافة البيانات للتعداد، كافة الأنظمة الموجودة لهم، كافة الإمكانات التي موجودة لديهم تساهم في عمل التعداد العام للسكان. اتجهنا للبريد السعودي، هناك 7 مليون عنوان مرقم على الطبيعة، اتجهنا لهم وتعاوننا معهم وأخذنا منهم قاعدة البيانات واشتغلنا. يعني نقول أننا ننطلق مما وصل للآخر وما هي القوة في البلد، وهذا اللي يشجعنا بشكل كبير على مثل ما تفضل أستاذ بعير للانتقال للتعداد السجلي التسجيلي إن شاء الله. الآن في مرحلة الانتقال اللي هو التعداد هذا إن شاء الله. طيب يسمى التعداد السجلي أو التسجيلي هو طيب آليته الحين دخل الموظف عند صاحب البيت وبعدين هو طبعا في المرحلة الحالية بنقوم بترقيم كل الوحدات، بعد ذلك نوزعها إلى مناطق باحثين. طيب. بعد ذلك يتم إسناد هذه المناطق إلى الباحث في الجهاز مباشر، يذهب مباشرة إلى رئيس الأسرة. حلو. طبعا يمكن فيه جزء قد نتكلم عليه لاحقا يتعلق بالعد الذاتي. إذا كان رب الأسرة يرغب أن الباحث يستوفي البيانات، بيتم زيارة رئيس الأسرة وبيتم أخذ معلومات رقم الهوية الوطنية لرئيس الأسرة، وإذا كان متزوج لزوجته بيتم سحب البيانات وربطها بالمركز الوطني للمعلومات، وبيتم إضافة معلومات الاستمارة. عندنا في الاستمارة تقريبا 22 سؤال متعلق عن الأفراد، فيه تقريبا يعني حول 14 سؤال عن الأسرة، هذا بيسأل فيها رئيس الأسرة، وتستوفى الاستمارات الأسرة ككل، وبعد ذلك كل فرد يستوفى بياناته بالكامل. هذه الاستمارات أو البيانات لو كان هناك بعض البيانات الخاطئة، الجهاز بيكتشف التعارض سواء في الفئة العمرية أو في مثلا الشهادة والمهنة أو المرحلة اللي يدرس فيها وعمره، ففيه ربط لجميع. يكتشف التعارض اللي موجود وين في مركز المعلومات الوطنية؟ لا، التعارض اللي في الأسئلة اللي نسألها. أنا مثلا أسألك سؤال تقول لي مثلا أنا في مرحلة كذا. طيب. وأنت عمرك لا يؤهلك أن تكون في المرحلة. إيه؟ فبالتالي الأخطاء اللي تتضح في هالجانب يكتشفها ويعطيك تنبيه عليها الجهاز مباشرة على طول، ويتم تصحيحها أو التنبيه أو التأكد أن هذه المعلومة صحيحة. وش نقصد طيب بالعد الذاتي؟ العد الذاتي هو أن يقوم رب الأسرة باستيفاء بياناته مباشرة عن طريق الويب، لا يحتاج ما يزور الباحث. هذه خدمة متاحة، هذه طبعا تساعدنا في خصوصية أكثر لدى رب الأسرة، يعبيها في الوقت المناسب له، يعبيها في المكان المناسب له، ما يستخدم جواله، يستخدم جهاز تابلت، يستخدم وين يدخل ويعبيها. هو طبعا لما يزوره المراقب بيطلب منه، إذا طلب العد الذاتي سيقوم بالتواصل معه، سيسجل رقم جواله ويجيه رابط على جواله يقدر يستخدمه عن طريق عن طريق الجوال أو عن طريق الويب أو عن طريق أي جهاز يستوفي كافة بيانات، يقدر يستوفيها على مرة، يقدر يستوفي بعضها ويعيد يكمل البيانات، سيحدد فترة محددة إذا لم يتم استيفائها سيقوم الباحث بزيارته. طيب هذا يعني أن كل مواطن أو كل رئيس أسرة سيزور مراقب ويخير بين أنه يجي باحث ويعد ولا هو يعد ذاتيا. واضح جدا. سمحوا لي أخذ فاصل نكمل. فاصل نكمل معكم. حياكم الله من جديد في أهلا. نتحدث عن تعداد السعودية 2020، ضيوف الأستاذ فهد الفهيد مدير مشروع تعداد السعودية، والأستاذ معيض العتيبي مشرف وحدة التخطيط والتصميم. أرحب فيكم مجددا. أستاذ معيض، تكلم الأستاذ فهد قبل الفاصل عن جزء من فكرة التعداد الذاتي، لو تكملنا الفكرة. التعداد الذاتي طبعا احنا الآن في مرحلة المراقب، المراقب بيزور جميع الوحدات العقارية، بيقوم بعملية الترقيم لها وبيأخذ بيانات أولية عن عدد أفراد الأسرة وعن اسم رئيس الأسرة. بيكون هناك من ضمن الأسئلة سؤال: هل لديك رغبة في العد الذاتي؟ إذا قال نعم، طبعا هذه لازم تشترط عندنا شروط. أولا تكون أنت مسجل في نظام أبشر. جميل. زين. وإنك تكون خلال الفترة القادمة حتى 18 مارس تكون في نفس
المسكن. جميل. إيه عشان ما لا تنتقل مكان آخر. الآخر أن يكون عندك نفاذ الإنترنت وعندك أدوات إنترنت. جهاز حاسب ما إلى ذلك. لأن في قرى ومناطق أتوقع أن فيها في صعوبة. إذا انطبقت عليك الشروط بيتم إرسال رسالة لرئيس الأسرة بتفتح له عملية الاستيفاء قبل يومين من فترة العد. يعني نحن العد يوم 17 مارس قبلها بيومين بيجيها الرابط. طبعا هو عملية دخول على الرابط يرتبط أنك تكون مسجل في إبشر. تدخل عن طريق النظام يعطيك كود عن طريق الهاتف وتدخل. إذا دخلت تستوفى البيانات. هذه اليومين قبل فترة العد. إذا جاء يوم العد تأكد هالمعلومات وتعطى 3 أيام بعد العد. يعني من 17 18 19 20 يوم 20 إذا لم تستوفى البيانات بعدها بيتم زيارة تحول البحث. زيارة البحث خلال الفترة هذه بيكون عندنا طبعا بيكون هناك متابعة. عندنا غرفة الهاتف الإحصائي تتلقى أي مكالمات أو استفسارات. وعندنا غرفة الجودة. غرفة الجودة مثلا أنت لو عبيت بيانات استكملت بعض البيانات قد يكون في بعض البيانات يحتاجون إلى تفاصيل. مثلا عندنا المهنة أنت كل مهنك تحتاج أن احنا نرمزها بترميز معين. النشاط قد يتصلوا فيك خلال الفترة زين ويتواصلوا مع رئيس الأسرة لاستكمال البيانات. كذلك إذا ما استوفيت خلال اليومين اللي قبل فترة العد وأول يوم يتم الاتصال من غرفة الجودة على رئيس الأسرة ويقولوا ترى عملية استيفاء استمرت. هدفنا احنا حطينا 3 أيام. هدفنا الأساسي أن نحصل على معلومات. احنا نخاف أن نأجلها ثم بعد ذلك يتكاثر العدد اللي ما استوفي ويجي عندنا عائق في عملية الاستيفاء. أنتم طبعا رئيس الأسرة هذه تسمية لولي الأمر. ولولي الأمر. طيب أبسألك أنتم تبدون 18 مارس لمدة 20 يوم. تعتقد أن 20 يوم كافية لكل المملكة؟ بالتأكيد. طبعا الهيئة أي إجراء عملته في الفترة الماضية سواء العد أو خلافه من الإجراءات تسوي لها اختبار وتجربة قبل. سوينا 6 تجارب قبل عملية العد. تأكدنا من كم إنتاجية الباحث، كيف طريقة صياغة الأسئلة، كيف إعدادها، كيف تأثير الأسئلة، كم يحتاج الباحث للوقت لدى الأسرة إذا كان عددها كذا أفراد، وقسناها وطلعنا بالإجمال المتوسط عدد الأسر لدى الباحث. طيب التعداد للسعوديين وغير السعوديين. غير السعوديين كيف بيصير التعامل معهم؟ مثلا نحن نعرف أنه مثلا مجموعة منهم ساكنين في أماكن بعيدة وغريبة ويعني أحيانا حتى مش مباني. هذه كيف بتتوصلون لها؟ بالنسبة للمملكة بيكون توزيعها جغرافي على الباحثين. بمعنى أنا أعطيه منطقة جغرافية فيغطيها بالكامل. بالنسبة للأجانب عندنا جزئين. في جزء قد يكون في المساكن العامة أو مناطق إحنا المساكن العامة اللي هي الفنادق الشقق المفروشة. هذه بيكون لها آلية اللي فيها تغير مستمر. اللي فيها تغير مستمر بنستوفي بياناتهم ليلة العد ليلة 17. ننزل بناخذ كل الفنادق الشقق المفروشة بنبدأ من عصر يوم 17 مارس بعملية الاستيفاء. ليه ناخذها؟ لأن فيها تغير سريع جدا. زين ناخذ أي واحد موجود في المملكة ليلة 17 كان موجود في المملكة بناخذ بياناته سواء كان سعودي أو غير سعودي. كذلك الحال ترى عندنا حتى في جزء من السعوديين خارج المملكة حتى ترى بنعمل لهم عد ذاتي. بيكون عندهم عد ذاتي بيستوفون عن طريق رابط يعطى لهم عن طريق السفارات. عندنا تنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات بيتم إرساله لهم وبيكون عندهم صلاحية للدخول واستيفاء بياناتهم بالكامل. استاذ فهد الأوقات متى حتكون أوقات متى بتزوروا الناس في بيوتهم؟ بيكون الزيارة حسب متطلبات رب الأسرة. عادة رب الأسرة يكون متواجد فترة المسائية وممكن يحدد رب الأسرة للباحث أي وقت يزوره فيه لو احتاج انه مثلا بعض ظروف رب كيف يحدد له كيف يحدد ممكن لو تواصل مع الاسره وقال رب الاسره ان رب الاسره يتواجد فتره صباحيه ان ملزمين ان نزوره في الفتره الصباحيه حسب ظروف رب الاسره حسب متطلبات يعني انتم تتصلون عليه قبل لا الباحث هو سيقوم بالتواصل مع رب الاسره هاتفيا قد يتواصل معه عن طريق الزياره ويمكن رب الاسره يطلب منه او احد افراد الاسره يطلب منه ان ولي الامر يكون في الفتره الصباحيه يزوره في الفترة الصباحية. معدين كل الظروف اللي قد تواجهنا إن شاء الله. مثل ما قلت حتى الطلبة السعوديين في الخارج لسقنا مع وزارة التعليم الدبلوماسيين لسقنا مع وزارة الخارجية جميع الجهات إن شاء الله
هي مشاركة لنا في التعداد العام السكاني. جميل. يعني أنا بسمع منك بس رسالة أخيرة مختصرة بسميها تغريدة صوتية للمواطنين. أنا أقول البيانات من المواطن وإلى المواطن. جميل. هي نأخذها من المواطن وهي تعود للمواطن عن طريق المشاريع، عن طريق الخدمات، عن طريق ما تقوم به الدولة من جهد كبير جدا في خدمة هذا المواطن. أستاذ فهد شكرا جزيلا لك ولحضورك. أيضا بأخذ منك كلمة أخيرة أيضا. طبعا بالنسبة للتعداد، جميع البيانات اللي نحصل عليها في التعداد هي داعم لعملية الرؤية 2020 و2030 في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك وشكرا لحضوركم معنا في أهلا، وبشكر الهيئة العامة للإحصاء حقيقة على تعاونها، على تجاوبها وعلى حضورهم معنا في استوديو يا هلا. إلى هنا انتهت حلقتنا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. صبحوا على خير.